بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. وأما إذا أهمله فإنه لن يبرأ به. فالولد الأولاد لهم حق على الوالدين، كما أن للوالدين حقا على الأولاد. حق بحق، تبادل. فالأولاد لا شك أنهم إذا صلحوا قرة أعين لآبائهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فهم قرة أعين لآبائهم إذا صلحوا، ولن يصلحوا إلا بسبب من قبل الوالد، وهو التربية الحسنة. فالأولاد إما أن يكونوا منحة من الله عز وجل إذا صلحوا، وإما أن يكونوا محنة إذا لم يصلحوا. قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة الله عنده أجر عظيم. فتنة ابتليكم بهم، هل تحسنون إليهم وتربونهم أو تؤمنون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. قد يكون الولد عدوا لوالده إذا لم يربه والده من قبل على البر والإحسان والطاعة، يكون عدوا له. يناله منه الأذى والكدر والعقوق. ولذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون الله أن يرزقهم ذرية، ما ذرية فقط، ذرية طيبة. هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لم يقل هب لي من لدنك ذرية فقط، فقال طيبة، ذرية طيبة. وإبراهيم عليه السلام قال: ربي هب لي من الصالحين. دعا الله أن يهب له من الصالحين لما كبر ولم يأتي في ذرية، دعا ربه أن يهب له من الصالحين، من الأولاد الصالحين. استجاب الله دعاءه وهب له إسماعيل وإسحاق عليهم الصلاة والسلام. فالدعاء له مكانة، وهو سبب أعظم الأسباب الدعاء، أن تدعو الله أن يرزقك ذرية طيبة، ذرية طيبة، ذرية صالحة. هذا من أعظم الأسباب قبل أن يأتوا. ثم بعد الولادة لهم حق على الوالد إلى سن التمييز، ثم لهم حق من سن التمييز إلى البلوغ، ثم لهم حق بعد البلوغ. هم ذرية وبس، لابد من العناية بهم شيئا فشيئا. أما حقهم إذا ولدوا قبل التمييز، قبل 7 سنين،
فلهم حقوق على الوالد. ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب مسلم اسمه تحفة الودود لأحكام المولود، وهو مطبوع ومنتشر. فهذه الحقوق إذا رزقه الله الولد أول شيء يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى حتى يكون أول ما يسمع الأذان ذكر الله عز وجل، الأذان والإقامة. ثانيا أن يختار له الاسم الحسن، الاسم الحسن، كأن يسميه عبد الله، عبد الرحمن، أن يعبده لله عز وجل، أو يسميه محمدا أو أحمد أو بأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الاسم له دور على المسمى. لا شك أن الاسم له أثر على المسمى، فيختار له الاسم الحسن من تعبيده لله عز وجل، أو أن يسميه محمدا أو أحمد أو بأسماء الأنبياء. فالاسم ما هو مجرد اسم، اختار الاسم الحسن الطيب الذي ترتاح معه النفوس، ترتاح معه السامع، ويكون له أثر على المسمى، ويجنبه الأسماء السيئة، يعني يعبده لغير الله كعبد الحسين أو عبد الأمير أو عبد الكعبة أو عبد العزة أو غير ذلك، لا يعبده لغير الله، ما يجوز. قال الإمام بن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، اتفق العلماء يعني أجمعوا تحريم اسم معبد لغير الله، حاشا عبد المطلب استثناه. فعبد المطلب استثني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهل هذا استثناء؟ هذا ما يراه ابن حزم، أو هو حكاية لاسم مضى؟ ولا يجوز أن ينشأ اسم يسمى عبد المطلب على قولي. ولكن شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز يرجح أنه يجوز، بدليل أن من الصحابة من اسمه عبد المطلب. فيختار له الاسم الحسن المعبد لله عز وجل، أو ما هو من أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن كل أسماء الأنبياء كلها طيبة. ولا يسميه باسم المحرم كأن يعبده لغير الله، أو باسم يكره عند سماعه كعلقمة وحرب وما أشبه ذلك، لأن هذه أسماء تكرهها الأسماع وقد تتشاءم بها. فيختار الاسم الحسن له، هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث أن يعق عنه، يذبح ذبيحة تقربا إلى الله وشكرا لله عز وجل، يذبح ذبيحة إن كان ذكرا يذبح شاتين
إن كان أنثى يذبح شاة واحدة. وهذه العقيقة فيها منفعة للمولود، كل مولود مرتهن بعقيقته، يعني بذبح العقيقة عنه مرتهن، يعني محبوس. قول ابن القيم معنى مرتهن أن الشيطان يتسلط عليه إلا إذا ذبح عنه عق عنه، فإن هذا يطرد الشيطان عنه. وقيل مرتهن يعني عن الشفاعة، لا يشفع لوالديه، وهذه أشد، لا يشفع لوالديه يوم القيامة. الحاصل أن العقيقة لها أثر طيب على المولود، لأنها شكر لله وعبادة لله، وهي أيضا لها تأثير على المولود، تأثير طيب، يعني عبادة، والعبادة أثرها طيب بلا شك. هذا ما حقوق الولد على والده قبل سن التمييز، أن يختار له الاسم الحسن، أن يؤذن في أذنه ويقيم، أن يختار له الاسم الحسن، أن يعق عنه. كذلك يجب عليه أن يختنه، أن يختنه قبل التمييز، لأن هذا أسهل عليه. يختنه بمعنى أنه يزيل القلفة، القلفة التي على الحشرة، يقطعها بطريقة مأمونة. وهذا يعرفه المسلمون، والآن الحمد لله وجد والوسائل الطبية هذه تريح أيضا أكثر، فيختنه، لأن الختان هو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأول من اختتن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولأن هذه القلفة لو بقيت تضر الطفل، لأنها تجتمع فيها الأوساخ وما يسمون بالمكروبات تحتها، والبول أيضا يكون له أثر في تحتها على القلفة، ولا يستطيع الإنسان يغسل الاستنجاء إلا بإزالة القلفة، فإزالتها فيها مصائب. فيها مخالفة للنصارى، لأن النصارى لا يختنون، يا مخالفة للنصارى. أما اليهود فإنهم يختنون، فأما النصارى فلا يختنون، هذا من قبائح النصارى. فإذا بلغ سن التمييز، والتمييز معناه أن يفهم الكلام، يفهم ما يقال له، ويفهم ما يضره وما ينفعه، في الجملة يحس ويفهم، هذا التمييز، يميز بين الضر وبين النافع، ويفهم الكلام. فإذا بلغ سن التمييز فإنه له حقوق عظيمة على والده في هذه المرحلة إلى البلوغ، بأن يأمره بالصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، هذا التمييز، سبع سنين، ما هي بواجبة عليه، لكن ليتربى عليها، يتعودها، ينشأ عليها، يكون له نافلة.
ومن لازم أمره بالصلاة تعليمه الطهارة، لأن الصلاة لا تصح إلا بطهارة، فيعلمه الطهارة الوضوء أولا بالاستنجاء والاستجمار، ثانيا بالوضوء، يعلمه الطهارة أنها شرط من شروط صحة الصلاة. ويدرسه القرآن أول شيء، إذا بلغ التمييز يدرسه القرآن، يبدأ معه تدريس القرآن، لأنه يستقبل ويحفظ أكثر من غيره في هذه السن، فيبدأ معه بتعليم القرآن، ولا بأس أن يصاحبه الكتابة حسب استطاعته، يعلمه القرآن أول شيء، حفظ شيء من الأحاديث النبوية الصحيحة مع تحفيظه القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا بلغ سن العاشرة قارب البلوغ، أو بلغ بعض الأطفال يبلغ للعشر، أو الغالب أنه يقارب البلوغ، فمع أمره بالصلاة يفرق بينهم في المضاجع. كان عندك إخوة، عندك أولاد، ما تنومهم جميع بعضهم إلى جانب بعض، أو أولاد ذكور وإناث، ما تنوم بعضهم لجانب بعض، لأن هذا سن المراهقة والشهوة تدب بينهم، فتفصل بينهم في المضاجع لئلا ينشأوا على مزاولة الشهوة المحرمة. وفرقوا بينهم في المضاجع، صار الوالد مكلف إذن بالأولاد من حين يولد إلى أن يبلغ العاشرة، إلى أن يبلغ العاشرة وهي المراهقة، أشد شيء بعد المراهقة، أشد شيء، ولا يغفل عنهم يهملهم، هذا من حقوق الأولاد على والديهم. وتدرج معهم شيئا فشيئا التربية والتعليم والتوجيه، حتى ينشأوا نشأة صالحة، نشأة طيبة. لا شك أن هذا سيتعب الوالدين، يتعبهم ما في شك، لا سيما إذا كان الأولاد كثيرين، لا سيما مع حدوث الفتن في هذا الزمان، تنوع وسائل الفتنة دخولها في البيوت، لا شك أن الوالد تحمل مسؤولية عظيمة مع أولاده، فيبعد عنهم وسائل الفتنة، لا يدخلها في بيته، لا يجعل في بيته وسائل فتنة أو صور أو غير ذلك، خلي البيت بيتا نظيفا، لأنه وكر لهؤلاء الأولاد، وما يكون في هذا البيت يتأثرون به، فيجنب بيته هذه الوسائل التي تجلب الشر، المناظر الفاتنة يبعدها عن بيته ولا يخليها عند أولاده بناته. فالمسؤولية عظيمة، تربية كبيرة على الوالدين. فإذا بلغ
إذا بلغ واستطاع أن يستقل بنفسه ويعرف مصالحه فالحمد لله الوالد انتهت مهمته مع الولد. أما إذا لم يكن عنده استعداد للاستقلالية، إن كان فقيرا ما يستطيع الزواج، فإنه يبادر بتزويجه حماية له. من حق الولد على والده أن يزوجه إذا كان الولد ما يستطيع كلف الزواج، فيزوجه. كذلك من حقوق الأولاد على الوالدين العدل بينهم، العطية، ما يعطي بعضهم ويحرم بعض الآخر، يقول هذا أنا أحبه أكثر فأعطيها، ما يجوز. يعطيهم بالتساوي، لأن بشير بن عمرو رضي الله عنه أعطى ولده النعمان عطية، أعطاه عبدا أو وليدا، فقالت أمه حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه أعطى ابنه النعمان بن بشير، أعطاه بشير بن سعد، ما هو بن عامر، بشير بن سعد، أعطاه عطية. قال: هل كل ولدك، هل كل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. هذا جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: أتحب أن يكونوا في البر لك سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن، فتعدل بينهم في العطية، حتى ولو كانوا كبارا، ولو كانوا بلغوا سن الشيب، ما تعطي أحد وتحرم أحد، سوي بينهم في العطية، إما أن لا تعطي أحدا منهم، وإما أن تعطيهم. الذكر مثل حظ الأنثيين على قسمة الله سبحانه وتعالى، هذا هو العدل. وحتى في المحبة لا تظهر أنك تحب واحد دون الآخر، وتقدمه وتمدحه دون الآخرين وهم ينظرون، هذا يوغر صدور بعضهم على بعض، فلا تظهر أنك تحب واحد دون الآخر، لأن هذا يوغر بعضهم على بعض. تعرفون ما حدث ليوسف عليه السلام مع إخوته؟ قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. حصل ما حصل. فلا يظهر الوالد محبة بعض أولاده على الآخرين، هذا في المحبة، فكيف بالعطية؟ عطية أشد. هذا من حقوق الأولاد على والده. تبقى بعد ذلك حتى لو استقل الولد واستغنى، تبقى علاقة القرابة بين الوالد وولده، أوثق القرابات، أقرب القرابات بين الوالد وأولاده، بين عمودي النسب. فهذه حقوق مختصرة تجب مراعاتها في حق الوالدين، وأعظمها التربية على طاعة الله عز وجل وعبادته، والتعليم، تعليمهم
توجيههم، إبعاد وسائل الشر عنهم، هذا من أعظم التربية. والبيت مدرسة، البيت مدرسة تتعلمون منها إما الخير وإما الشر. يجب إصلاح البيوت لأنها مدارس للعائلة، مدارس للعائلة. فحينئذ يكون الوالد قد بذل الأسباب لبره من أولاده، خصوصا إذا كبر، إذا كبر وضعف يحتاج إلى البر. لم يبروه وهو لم يربهم، لم يبروه ولم يربهم أبدا، إنما يبرونه إذا رباهم على الخير. وقل رب ارحمهما كما ربياني، كما ربياني صغيرا. وفي الحديث بروا أبناءكم، بروا أبناءكم، بروا آباءكم، نعم بروا آباءكم، تبركم أبناؤكم، تبركم أبناؤكم. أما إذا لم تبر بوالدك فإن ابنك أيضا لن يبر بك، الجزاء من جنس العمل. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بعض الناس يفهم أن البر بالولد أنك توفر له مطالبه من الطعام والشراب والكسوة والسيارة وسائل الترفيه وسائل الرفاهية، يقول هذا هذه حقوقهم عليه أعطيتهم إياه. لا هذه تضرهم ما تنفعهم. تربية، التربية القلبية، التربية القلبية ما هي التربية البدنية. نعم التربية البدنية مطلوبة ويجب على الأب أن ينفق على أولاده بالعدل وأن يغنيهم عن التطلع إلى الناس، هذا واجب عليه، لكن هذا ما هو التربية. هذه تربية بدنية، لكن لا يسرف، لا يسرف مع أولاده في النفقة وفي الرفاهية، لا يسرف اعتدال. وليس المقصود بالتربية التربية البدنية بالطعام والشراب وإلى آخره، إنما التربية القلبية على البر والطاعة والإحسان، هذه هي التربية المطلوبة. فعلى الوالدين أن ينتبها لذلك، على الأب وعلى الأم، حتى ينشأ أولادهم على التربية الحسنة، حتى إذا احتاجوا فيما بعد وقت الكبر فإن أولادهم الذين ربوهم على الخير يردون لهم الجميل. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فهذه أسباب. الولد إذا صلح صار قرة لعين والده في الدنيا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، كان صار قرة لعين والده في الدنيا، يبر به ويحسن إليه، وكذلك في الآخرة يجمع الله بين الوالد وولده في الجنة، يتقرى عين الوالد وولده. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يرفع الله درجة الولد إلى درجة أبيه في الجنة
لأجل أن تقر عين والده به. كذلك بعد موت الوالد الولد الصالح يدعو له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الصدقة الجارية هي الوقف الذي يقف الإنسان على البر، طرق الخير، هذه الصدقة جارية مستمرة، صدقة جارية، أو علم ينتفع به بأن علم الخير وعلم الناس العلم النافع، أو ألف الكتب وأورثها للناس من بعده، لا ينقطع ثوابه بعد موته. العلماء الذين بذلوا علمهم ونفع الله بعلمهم لا ينقطع ثوابهم بعد الموت، يستمر. أنتم ترون الآن العلماء السابقين الذين لهم أثر طيب، الأمة تدعو لهم كل ما ذكروا وكل ما قرأوا من مؤلفاتهم يدعون لهم، علم ينتفع به. الثالث: أو ولد صالح. ولد صالح، شوف، صالح، ولد صالح يدعو له. كيف يكون صالح؟ إذا رباه والده على الصلاح والاستقامة، لأنه ينشأ ما يعرف شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ففي حين أنه ما يعرف شيء ولا يدفع شيء ولا يجلب شيء لنفسه، والده هو الذي يقوم بهذا. فإذا بلغ الوالد مثل هذا السن، أسفل أرذل العمر، صار ما يستطيع، ولده يقوم عليه، يضر به، كما قام عليه صغيرا يقوم على والده كبيرا. الأمور لها أسباب وارتباط بعضها ببعض، والتربية الحسنة لها أثر، لها فوائد عاجلة وآجلة. واليوم كما ترون وسائل الفتن والشرور والصوارف، دعاة الضلال كثيرون، فعليكم بالعناية بأولادكم، وأوصوا إخوانكم بالعناية بأولادهم وحمايتهم من هذه التيارات الجارفة الشاغلة التي تجذب الناس إليها، تغري بنفسها والعياذ بالله. فهذا من أهم شيء على الوالد، من أهم شيء على الوالد مقاومة هذه التيارات، وأن يجنب أولاده، فلا يتركهم يسرحون ويمرحون مع الناس أو مع الدهمة أو في الشوارع أو في المنتزهات أو في الرحلات أو في التجمعات المشبوهة التي تدخلها الثعابين وتدخلها السباع من البشر. يحذر على أولاده، يتابعهم في البيت ويتابعهم خارج البيت، فهم أمانة وحمل على والده، خصوصا في هذا الزمان. التربية الآن يعتريها، التربية الآن يعتريها ما يعتريها، من حتى لو أنك أنت بذلت أسباب الصلاح بذلتها، لكن هناك من يبذل أسباب الشر، فعليك أن تتابع ولدك مع من يجلس، مع من يذهب، وين يدرس، في أي مدرسة، من هم زملاؤه، ما تناقشه إذا خرج من المدرسة، فتكون متابع له
وإلا لو أنك بذلت معها الوسائل الطيبة فيه من ينقضها عليه. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه، أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني جعله يهودي ولا نصراني ولا مجوس، حسب التربية، حسب التربية. والمصيبة إذا كان الوالد فاسدا، هذه المصيبة، إذا كان الوالد فاسدا منين يأتي صلاح الولد؟ من الذي يربيه؟ من الذي يتعهده؟ عليكم وأوصوا إخوانكم بالتحاذر من هذه الفتن ومن دعاة الضلال ومن وسائل الشر ووسائل الاتصالات، فالخطر الآن عظيم، أعظم من ذي قبل. من ذي قبل إذا دخل الولد عندك ورقد في مضجعه تأمن عليه، تأمن عليه. لكن الآن له على مرض، له داخل بيتك وله على فراشه، وسائل الاتصال، وسائل الاتصال اللي معه عنده هذه تتصل وهو ينظر إليها ويشاهدها وهو على فراشه. إذا لم تنتبه لولدك وتخلي بيتك من هذه الأمور وتمنع ولك من جلبها، يعني الخطر الآن شديد، والمشقة في تربية الأولاد أشد من ذي قبل. المجتمع كما ترون الآن من التيارات والخطر، فالآن حمل الوالد نحو أولاده ثقيل جدا، تضاعف الآن. عليكم بالتواصي في هذا الأمر والتعاون عليه، وعليكم ببذل النصيحة والتوجيه للأولاد ولآبائهم في هذا الأمر، ولا تغفلوا عن إخوانكم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وأستغفر الله وأتوب إليه، وأسأله سبحانه أن يعين المسلمين على مواجهة هذه الفتن وهذه الشرور وهذه الوسائل المضللة وهؤلاء الدعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. فالمسؤولية الآن عظيمة يا إخوة، مسؤولية والله عظيمة جدا. الشاعر يقول: ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. أولادكم كذا الآن، إذا نمتم عنهم وغفلتم عنهم فالخطر شديد. والآن كثير من الوالدين، انتبهوا، كثير من الوالدين مشغول بدنياها الآن وتجارته، ولا يأتي إلى بيته إلا متأخرا من الليل، ثم ينام ولا يدري عن أولاده، وإن ذهبوا وإن جاءوا ما يدري عنه. الأم كذلك، نول الأم في البيت وتربي، الأم الآن مشغولة بالعمل بالوظيفة، تطلع قبل الوالد ولا تجي إلا عقب الوالد. متى تربي أولادها؟ لا يجدعون بالحضانة ولا بدور التوجيه ولا، هؤلاء يربون عيالك، يربونهم هؤلاء أجراء، ما يهمونهم أولادك، أجراء يخلون أجراتهم بس يمشون، ولا عندهم شفقة على الأولاد مثل شفقة الوالدين. الآن وين يروح الأولاد؟ الوالد مشغول والأم مشغولة، واللي تربي أم خديمة نصرانية ولا كافرة ولا مبتدعة ولا صوفية ولا قبورية، تربي الأولاد ولا له صالح، ما يهمونها مع أعماله، مع أو مع اللهو واللعب، يصير الوالد فاسد
ولا ومشغول بشهواته وملذاته، والأم أشد من الوالد، تخرج قبل الوالد ولا تجي إلا بعده متعبة منهكة، وين أولادها؟ ما فاليوم الأولاد من يربيهم يا إخوان؟ من اللي يربيهم؟ تربية بدنية مثل البهائم، نعم فيه من يربيهم يعلفهم ويعطيهم، لكن تربية قلبية ما فيه إلا من رحم الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين وأن يعينهم على البر والتقوى، وأن يعين الوالدين على إصلاح الأولاد وتربيتهم، وأن يصلح الأولاد ويعطف بعضهم على بعض حتى يكون المجتمع مسلما حقيقا حقيقيا بالوالدين وبالأولاد الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أما إذا لم يتبعوهم فيمكن يكون الوالد في عليين ويكون الولد في سجين، أو العكس، يكون الولد في عليين والوالد في سجين. ها؟ شوفوا نوح عليه السلام مع ابنه، شوفوا إبراهيم مع أبيه، ما ينفع صلاح واحد للآخر، ما ينفع صلاح الأب للابن، ما ينفع صلاح الابن للأب، كل بعمله، إلا إذا كان بين الوالد والولد ترابط وتعاون، هذا ينفع بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين، وأن يكفينا وإياكم والمسلمين شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعين المسلم كل مسلم على تحمل مسؤوليته في هذا المجتمع، وأن يصد عنا عدوان المعتدين وكيد الكافرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك فيك ونفع بك الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، كثيرة هي الأسئلة التي يسأل فيها الإخوة عن القنوات الفضائية التي أدخلت البيوت، وخاصة القنوات الإسلامية. أعد السؤال وأبعد عن كثيرة هي الأسئلة التي سأل الإخوة فيها عن القنوات الإسلامية التي أدخلت البيوت والقنوات القنوات الإسلامية. نعم أي أدخلت البيوت ويش؟ هذا أحد الإخوة يقول أدخلتها في بيتي فانشغل أبنائي عن حلق التحفيظ، فما رأيكم فضيلة الشيخ؟ انشغلوا عن حلق التحفيظ، فما رأيكم؟ عن التحفيظ وعن بعض البرامج النافعة. ترى الصوت مختلط يا أخي، ما أسمعك إلا بس صوت مختلط. لا، هو نوعا ما مع الكلافة فهمت شيء. يقول إن قنوات الخيرية اللي فيها دعوة إلى الله وفيها، أنا أدخلتها ولكن شغلت أولادي عن التحفيظ. نعم. كذا؟ نعم، عن التحفيظ. يا أخي اجعل لاستعمال القنوات وقت، واجعل للتحفيظ وقت آخر، أغلقها في وقت التحفيظ، وقت الدرس أغلقها وامنع استعمالها، فلا تجعل هذا مختلط مع هذا. نعم. هذا سائل يسأل فضيلة الشيخ، يقول أبي أبي يأمرني بفتح التلفاز له، وفي التلفاز قنوات محرمة، فهل من عدم البر عدم طاعته في ذلك؟ نعم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهم. ما يطاع المخلوق في معصية الخالق، لا الوالد ولا غيره. قل لا، قل هذا فيه معصية وأنا أجلك عن هذا وأشفق عليك عن هذا، ولا يصلح يا والدي، هذا من حقك علي.
وإذا أنه ما امتنع تقول لا أنا ما أعصي الخالق وأطيع المخلوق. نعم. هذا سائل يقول: والدي يأخذ أموالا من العمال الذين تحت كفالته ويصرف هذه الأموال علينا، فهل يجوز لنا أخذها؟ أنتم ما عليكم، مصروفكم على والدكم، هو المسؤول عن الحرام والحلال، هو المسؤول، وأنتم وين تروحون؟ من ينفق عليكم؟ فهو المسؤول عن هذا. لكن العمال ما يجوز للإنسان يشغلهم عند الناس ويأخذ كدهم ويجعلوا معماله، حرام عليه ذا، حرام عليه. هو ما جاب العمال لأجل يكدهم، جايبهم لأجل يشتغلون عنده فقط، والنظام لم يسمح له إلا إذا كان عنده شغل، هو يحتاج إلى عمال، هذا النظام. أما أنه يجيب عمال يكدهم عند الناس ويأخذ أجرتهم، هذا ما يجوز، هذا من المتاجرة بالبشر اللي يقولون الآن، متاجرة بالبشر، يعيروننا الكفار بهذا، يقولون أنتم متاجرون بالبشر. هذا صحيح، ما يجوز هذا. قد صدر قرار من هيئة كبار العلماء من 20 سنة أو أكثر في تحريم هذا ومنعه، إن الإنسان ما يجيب عمال إلا على قدر حاجته وما عنده من العمل، ولا يجيب عمال يشغلهم عند الناس ويأخذ كدهم. نعم. فضيلة الشيخ يقول: زوجتي معلمة، عند ذهابها إلى المدرسة عند ذهابها إلى المدرسة تترك الأولاد عند الخادمة، فهل هذا من البر بهم؟ هذا هو الخطر الذي قلنا، يعني تخلي أولادها وتروح للعمل، عملها عند الله والذي كلفها الله به هو تربية الأولاد، ما هو بتطلع للوظيفة وتطلع للعمل أو تروح للأسواق وللمنتزهات وتخلي أولادها، ما يجوز هذا لها، هي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى، هي راعية مسؤولة عن رعيتها، فتخاف الله عز وجل، تربي أولادها وتحافظ عليهم، ألزم عليها من الوظيفة. نعم. هذا سائل يقول: في أي الأحوال فضيلة الشيخ يباح للوالد أن يتخلى عن ابنه الراشد؟ أن يتخلى عن ابنه، عن ابنه يترك مسؤولية المتابعة، ما يجوز له يتخلى عن ابنه ما دام الابن في طور التربية، ما يجوز له يتخلى عنه أبدا، مسؤولية الوالد، حتى إلى بلغ الابن بلغ عاقلا، إذا بلغ عاقلا استطاع أن يستقل بنفسه انتهت مسؤولية الوالد. نعم. حتى لو بعد البلوغ إذا صار فقير يجب على الوالد أن ينفق عليه، أن يزوجه، إذا كان قاصر العقل يتولاه ولا يخليه يضيع. نعم. هذا سائل يقول: عمري 33 سنة وأريد أن أتزوج، إلا أن أبي يمنعني من ذلك بحجة أني أتعاطى بعض المعاصي، فهل أخالفه في ذلك؟ أريد أن يتزوج وعمره 33 سنة وأبوه يمنعه من الزواج بحجة أنه يقوم على بعض المعاصي كترك الصلاة أو التخلف عنها. يعني الولد هو اللي يترك الصلاة؟ أيوه. عليه التوبة إلى الله، لو ما قال له والده، عليه التوبة إلى الله، الخوف من الله عز وجل والمحافظة على الصلاة. نعم. هذا سائل يقول: هل من صلة الرحم أن أصل أبنائي الذين لا يصلونني؟ هل من صلة الرحم أن أصل أبنائي الذين لا يصلونني؟ نعم، تؤدي الذي عليك، تسأل الله الذي لك، صل رحمك وإن قطعوك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل، أن تؤدي الذي عليك وهم عليهم مسؤوليتهم. نعم. أمي تقطع صلة الأرحام وتأمرنا بالقطيعة، هل نطيعها في ذلك؟
سمعتم الجواب، هذه معصية، ولا تطيع والدك في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة بالمعروف. نعم. هذا سائل يقول: هل أسمح لابنتي للسباحة في مسبح المنزل مع أخيها المراهق؟ هل أسمح لابنتي أن تسبح مع أخيها في مسبح المنزل وأخوها مراهق؟ لا لا، ما يجوز هذا ما يجوز أبدا، هذا أشد من التفريق في المضاجع، هذا أشد. نعم. والدتي ملتزمة والحمد لله، ولكن تتنازل أحيانا لرغبات أخواتي في كثرة الخروج للأسواق، ما نصيحتك فضيلة الشيخ؟ ولكن تتنازل لرغبات أخواتي في كثرة الخروج للأسواق، ما نصيحتكم فضيلة الشيخ؟ نصيحتنا أنها ما تخرج للأسواق، إذا صار ما لها حاجة ما تخرج للأسواق، ولا تطيع أخواتها أو زميلاتها، ما تخرج للأسواق إلا إذا صار لها حاجة مع الاحتشام والستر. نعم. هل يجوز لبس الملابس الضيقة جدا للفتاة أمام أبيها وإخوانها؟ لا، ما المرأة ما تلبس الملابس الضيقة، تلبس ملابس واسعة ضافية، ما هي قصيرة، ما تلبس القصيرة ولا تلبس الضيقة ولا تلبس الشفافة، ولا تكون من الكاسيات العاريات المائلات المميلات. نعم. وكذا فضيلة حتى عند محارمها، حتى عند محارمها تحتشم، حتى عند محارمها ما تبدي إلا ما جرت العادة بكشفه كالوجه والكفين والقدمين، الأشياء التي جرت العادة بكشفها عند المحارم وليس فيها فتنة. نعم. وكذا فضيلة الشيخ يسأل فيقول: ما حكم لبس البنطلون للأم أو البنت؟ لا تعودوا البنات والصغيرات على لبس البنطلون، البنطلون ضيق، البنطلون أيضا ما يستر، إن ستر غطى فهو ما يستر مثلا حجم العضو وحجم، بل ربما يجمل أكثر، والفتنة في البنطال أكثر من الفتنة بعدم لبسه، فتنة أشد به، لأنه يصور الشيء على غير حقيقته، ربما تكون امرأة دميمة ما تميل لها النفس، لكن إذا لبست البنطال وكبر الحجم وحدد الحجم فإنه يغري بها. نعم. في حين كشف عما تحته وجد أنه ما يصلح. نعم. وكذا يسألون فضيلة الشيخ وكذا السؤال عن حكم لبس العباءة على الكتف. العباءة ما تحط على الكتف، العباءة تكون على الرأس، بالنسبة للمرأة عند الخروج تلبس العباءة على الرأس، تكون ضافية على جميع بدنها من فوق الثياب، العباءة والجلباب والملاءة تكون فوق الثياب، احتياطي لباس احتياطي، إذا صار بالثياب زينة تسترها بالجلباب بالعباءة. نعم. سائل يسأل: هل إذا تزوج الأبناء، هل إذا تزوج الأبناء يجب العدل بينهم؟ نعم، ما تعطي أحد وله شايب، له شايب ولك ما تعطيه دون الآخرين، له غني له تاجر ما تعطيه دون الآخرين. نعم. سؤال فضيلة الشيخ: من هو الأحق بالتسمية للابن، الأم أم الأب؟ من حق الأب، تسمية حق للأب. نعم. وهل يجوز التسمية باسم مناف، وهل هو من أسماء الجاهلية؟ الملاك مناف، منال مناف بالفاء آخره فاء، مناف مناف أي مناف صنم، عبد مناف يعني صنم هذا. نعم. هل يجوز تدليل الطفل الذي اسمه عبد الله؟ نعم. هل يجوز تدليل الاسم كعبد الله بعبودي أو عبادي، وعبد الرحمن بدحمي، وهذا منتشر فضيلة الشيخ؟ هل يسمونه النحت، ينحت مثل دحيم،
دحيم يعني عبد الرحمن، هذا يسمونها النحت، هذا مستعمل لا بأس به. نعم. وما هو بصغر الجلالة، يقول صغر عبد، عبد هذا تصغير عبد، بيد عبود، تصغير العبد ما هو تصغير للجلالة أو اسم الله عز وجل. نعم. سائل يسأل يقول: هل ما يصاب به الابن الطفل، ما يصاب به الطفل من أمور محسوسة كجروح أو حروق لها علاقة بعدم ذبح العقيقة؟ العقيقة ما هي تقي من الجروح، ومن العقيقة تقي من الانحراف وتسلط الشيطان، ولا يمكن ما مذبوح عنه عقيقه ويقتل ولا ينجرح، ولا ما يتقي من الجروح، تقي الجسم، فإنما تقي العقل وتقي العقيدة القلب. نعم. وهل تصح بغير الغنم فضيلة الشيخ؟ ها؟ هل تصح بغير الغنم؟ نعم تصح، لكن ما يشترك فيها مثل الإبل، ما يشترك فيها سبعة، تذبحها عن واحد، والبقرة تذبحها عن واحد عقيقة، صار عندك استعداد تذبح بعير عن ابنك، هذا طيب، هذا لا بأس. ما تقول باخذ سبع بدنة مثل الأضحية، لا، ما هي مثل الأضحية. نعم. لا يجزي فيها شرك في دم يقولون. نعم. وهذا أكثر من سؤال في وقتها فضيلة الشيخ، فكثير من الإخوة يتحدثون عن أنهم تركوا وقتها، فمتى الوقت المحدد لها؟ إيش الوقت المحدد للعقيقة؟ العقيقة وقتها قبل البلوغ، قبل بلوغ المولود، قبل بلوغ المولود، لأنه قبل البلوغ ما يزال في عهدة والده. نعم. الأذان فضيلة الشيخ. نعم. الأذان. طيب. هذا مكة باقي ثلاث دقائق، آسف نكمل الأسئلة الشيخ. هذا السائل يسأل فضيلة الشيخ، ما هن الأذان؟ لا باقي ثلاث دقائق، كان أذان مكة هذا. نعم. هذا سائل يسأل يقول: ما نصيحتكم تجاه ارتفاع تكاليف الزواج؟ ما نصيحتكم تجاه ارتفاع تكاليف الزواج؟ والله ما فهمت شيء، ما أدري شو تكاليف الزواج مرتفعة فضيلة الشيخ. ما نصيحتكم تكاليف الزواج مش فيها مرتفعة، ما نصيحتكم؟ نعم ارتفاع هذا حسب السوق، حسب الغلاء، ارتفاع حسب الغلاء وتغير أحوال الناس وعدم يعني السكة والدراهم، صار ما لها قيمة الآن، رخصت. نعم لازم ترتفع، لازم أنها ترتفع، لكن ارتفاع نسبي، ما يصير إسراف وبذخ. إذا كانت الزيادة بسبب يعني رخص العملة، إذا صارت الزيادة بسبب رخص العملة، هذا ما لا حد فيه دخل، ضروري هذا. لا، أما إذا صارت الزيادة بسبب البذخ والإسراف هذا لا يجوز. نعم. هذه سائلة تقول: هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن من جهاز الجوال وهي في رمضان؟ لا تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب ما دامت حائضا، إلا في حالة الضرورة، إذا خشيت نسيان ما تحفظه أي تقرأه للمحافظة عليه، ما في غير حالة الضرورة فتمسك عن قراءة القرآن حتى تطهر، تغتسل، تطهر وتغتسل. نعم. جزاك الله خيرا. ابن عصى والده، فحلف الوالد ألا يدخل الابن بيته ثم ندم، ماذا يفعل؟ يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه ويدخل، خليه يدخل، هذا من القطيعة ولا تجوز القطيعة. نعم. هذه سائلة تقول: ما حكم استعمال العلاج لإنزال الدورة الشهرية، علما أن المرأة في العدة من الطلاق الرجعي؟
لا ما تستعمله لأجل الاستعجال في انقضاء العدة، ما تعمل هذا. أما تستعمله من أجل مرض، تستعمل علاج من أجل مرض، تشاور الطبيب في هذا. أما هي سليمة وصاحية لكن تستعمله لأجل استعجال العدة، لا ما يجوز هذا. نعم. ثم تسأل سؤالا آخر، ما حكم الذهاب إلى مكة وهي من أهل جدة بدون محرم؟ ما هو بأحسن، المحرم في السفر، وما بين جدة ومكة ما هو بسفر الآن، لكن مع هذا المحرم خير له. لو جرى عليها حادث في الطريق من اللي تولاها؟ لازم يكون معها محرم حافظ عليها. نعم. الأذان فضيلة الشيخ. الأذان. نعم. الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. صلاة في السعودية ووالدتي خارج السعودية وهي عاجزة عن المجيء لأخذ العمرة، فهل يجوز أن أقوم عنها بعمرة؟ لا، إلا إذا كانت لم تؤدي عمرة الإسلام ولا تقدر على المجيء لعجز بدني أو كبر سن أو مرض مزمن، إنها توكلك وتعتمر عنها تحج عنها. أما إذا كان أنه يرجى أن يزول المانع وأنها تعتمر وتحج هي، فلا يجوز أن تنوب عنها. نعم. هل من عقوق الوالدة أن يجلس الزوج مع زوجته وقت أطول إذا كانت والدته تعيش معه في نفس البيت؟ لا، ما يجوز له أنه إلا في الفراش، في الفراش لا بس، أما الجلوس ويجلس مع والدته يطيب خاطرها ويسرها ويكثر الجلوس مع والدته. نعم. بارك الله فيك. هذا سائل يسأل، ما حكم الاقتراض من البنك عن طريق التورق بالأسهم، وحكم توكيل نفس البنك ببيع هذه الأسهم؟ هذه حيل ولا تجوز، هذه حيل. إذا تورقت شريت سلعة من البنك لازم تستلمها
وتنقلها من محل البنك وتبيعها في مكان آخر على غير البنك، على غير البنك. هذه شروط صحة التورق على ما فيه من خلاف. بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية يرون أنه محرم، لأنه حيلة على الربا، يقولون حيلة على الربا. لكن الجمهور يقولون للحاجة يجوز بشروط: أولا أن تكون السلعة في ملك البائع قبل البيع، ثانيا أن تقبض السلعة، المشتري يقبض السلعة وينقلها من مكان البائع ويبيعها هو في مكان آخر على غير من شراها منه واستدانها منه. نعم. يقول: أنا وسيط بين مشتر ومطبعة، وسيط بين مشتر ومطبعة، فإذا طلب المشتري مني 1000 ورقة هل يلزمني عدها أم أكتفي بتسليم المطبعة؟ إذا كان موكلك على الاستلام لازم أنك تعدها، موكلك على الاستلام، ومعنى هذا يتضمن، هذا يتضمن أنك تحصيها، تقبضها قبض صحيح، ما تقبض شيء مجهول. أما إذا كان يوكلك على حملها فقط ولم يوكلك على عدها فهذا ما يلزمك. نعم. رجل عمره 80 سنة ضرب زوجته وطردها من البيت، واليوم الثاني أعادها الولد إلى البيت فغضب وطلقها 3، وهو مصاب بالسكر والضغط، هل وقع الطلاق؟ هذا يراجع المحكمة، يراجع المحكمة وتنظر في حالة الرجل وعقليته وتنظر في الطلاق هذا. نعم. أكثر من سؤال يسأل فضيلة الشيخ عن تمثيل الشخصيات الإسلامية وما ينتشر في شهر رمضان. فضيلة الشيخ، شهر رمضان شهر العبادة والخير، لكن أهل الشر يتسلطون ليصدوا الناس عن شهر رمضان، يقول لهم المسلسلات، يقول لهم التمثيليات، يقول لهم المضحكات، يقول لهم المسابقات، من أجل أن يشغلوهم عن العبادة. فاحذروهم وحذروا منهم، لأنهم يريدون صرف الناس عن شهر رمضان بهذه الملهيات. التمثيل في أصله، التمثيل في أصله ما هم من عمل المسلمين، هذا مجلوب من عادات الكفار. وإذا كان التمثيل للعلماء أو تمثيل للصحابة وهذا أشد، لما يجوز. نعم. لأن هذا امتهان، امتهان للعلماء، امتهان للصحابة. نعم، ها يجوز. نعم. هل يقع الطلاق في رسالة جوال فضيلة الشيخ؟ إذا تلفظ بالطلاق وقع، إذا تلفظ بالطلاق أو كتبه بخطه وقع. نعم. أو أملاه على أحد كتبه من إملائه يقع. نعم. يقول: ما معنى أن قراءة سورة البقرة بركة، أخذها بركة؟ يعني فيها بركة على القارئ، في عامة، بركة عامة ما تحدد، بركة في الأجر، بركة في حصول الخير وصلاح القلب، كلها بركة. نعم. تركها حسرة، أخذها بركة وتركها حسرة. نعم. يقول: أنا رجل بالغ ولم يعق عني أبي، فهل أعق عن نفسي؟ فات وقتها يا أخي، فات وقتها، لا تعق. نعم. يسأل أسئلة مرتبطة بالصيام: ما حكم السواك في نهار رمضان عندما يختلط بالريق ويبلع؟ عندما يختلط بالريق ويبلع ما في بأس، السواك مشروع في كل وقت الصائم وغيره، هذا هو الصحيح. وأما كون يتسرب شيء من طعم المسواك ما يضر هذا. نعم، هذا شيء عادي. نعم. وهل لي أن أقدم هدية مصحفا مفسرا لغير مسلم؟ لغير مسلم
المصحف ما يجوز أن يهدى لغير مسلم، لكن إهداء ترجمة المعاني، ترجمة المعاني، معاني القرآن ما هو الآيات، ما الآيات ما يمكن الترجمة أبدا. القرآن معجز ولا يمكن أن تأتي بلفظ يقابل لفظ القرآن من اللغات الأخرى، هذا مخالف. فنص القرآن لا يمكن ترجمته، أما معانيه التفسير، تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، يمكن يترجم المعاني، ترجمة المعاني لا بأس تهديها. نعم، يعني هذا ما يسمى قرآن ولا يسمى مصحف، يسمى تفسير. نعم. إذا كان في العطر نسبة 10% كحول، إذا كان في العطر نسبة 10% كحول، هل يجوز استعماله؟ إذا كان في إيش؟ في العطر، العطر في الطيب، قل في الطيب. أي أنا قرأت وكما هي. أي نعم. إذا ثبت فيه كحول فهو حرام ونجس، أما مجرد الشائعات الأصل الحل والحمد لله، الأصل في الطيب الحل والطهارة، إلا إذا ثبت فيه كحول، الكحول نجس خمر. نعم. هذا يسأل فيقول هل يجوز للمرأة كشف يدها وقدمها أمام الرجال الأجانب؟ لا يجوز كشف يدها. وش الثاني؟ ورجلها قدمها. وش الداعي كشفها؟ ما يجوز له تكشف، فيهم فتنة. نعم. هل يلزم لمن عنده سلس أن يتوضأ لكل صلاة وإن كان السلس لا يأتيه إلا مرة أو مرتين في الأسبوع؟ إذن ما في سلس، هذا اللي ما يجيه إلا في وقت قصير وينقطع، ما هو سلس هذا. السلس هو اللي دائم، حدث دائم ما ينقطع، هذا يتوضأ لكل صلاة، عندما يريد يصلي يتوضأ، يستنجي ويحط شيء على الذكر يمنع التسرب ويتوضأ ويصلي على حسب حاله، ولو نزل البول ما يبطل الصلاة في هذه الحالة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما اللي ما يجيه البول إلا أحيانا فهو يمتنع عن الصلاة لما يروح عليه البول ما لم يخرج الوقت، إذا شاف الوقت بيطلع يتوضأ ويصلي على أي حال ولا يخرج الصلاة عن وقتها. نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول هل يحضر الطفل دون 7 سنوات إلى المسجد؟ هل يؤتى بالطفل إلى المسجد دون 7 سنوات؟ إذا كان يخاف عليه يأتي بالمحافظة عليه من الضياع لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل لابنة بنته، يجيبها ويحملها معه ويصلي.